Welcome to the Bahrain Teachers College. I am so glad to have you with us this year. BTC is a special place filled with faculty, students, and administrative staff who care about education, learning, and personal growth. I really wish I could be greeting you in person, but because I cannot, I would like to share with you here a few thoughts about the college you're joining. First and most importantly, BTC is dedicated to your success at the Ministry of Education. As a practicing educator or leader in the ministry, you have a very strong impact on the future of this country. We at the BTC take this very seriously. We want to support you as you improve your skills and knowledge so that you will be an even more effective educator. Second, as you will soon discover, BTC's faculty members care so deeply about their students. Sure, sometimes they may push you really hard to achieve more, but they will do so with your success in mind. Finally, the BTC community, which includes BTC's faculty, students, administrative staff, and alumni, is an amazing community of impactful educators who have similar understandings about teaching and learning, and in many ways are similarly effective in their work as educators. We're so glad to have you join our community this year. We wish you all the best as you start. Welcome. أبنائي الطلبة المعلمين, إنكم مقبلين على مهمة جدا صعبة ولكنها سهلة على من يحب ويسعى من أجل أن يكون معلما متميزا من أجل بحرين المستقبل. نحن ندرك تماما أن نحن نمر بمرحلة صعبة جدا وبوضع استثنائي, ولكن لن يكون صعبا عليكم, فإن شغف وحب التعليم هو سيكون السلاح المتين الذي سيدعم مسيرتكم وسيسهل عليكم أمر التعلم. أيضا ستكون لديكم الرغبة والاستعداد لإثبات دوركم التربوي من خلال جلدكم وصبركم وتأنيكم من أجل أن تكون المرحلة القادمة مرحلة سلسة, وسيكون إنجازكم بإذن الله يفوق التحديات. منا نحن التربويين الذين لدينا من الخبرة الكثير, نقول أبنائي الطلبة المعلمين, لن تكون المسيرة صعبة, ستكون سهلة إذا أنتم قبلتم بالتحدي, ومن يقبل بالتحدي فإنه بالتأكيد يعشق الإنجاز, وعملية عشق الإنجاز ستكون لها أيضا بوادر منذ اللحظة الأولى التي ستولجون فيها هذه المسيرة. لكم منا كل المحبة وكل التقدير, لأننا ندرك تماما لن يقبل أي واحد منكم بأن يبدأ هذه المسيرة إذا لم تكن لديه العزيمة والإصرار والقبول بالتحدي بأن يكون معلما متميزا شغوفا بحب العلم والمعرفة, وقادر على أن يخلق لأبنائه الطلبة عندما يتخرج تاريخا يسطره الجميع. نحن ندرك تماما بأن الرعيل الأول من خريجي كلية المعلمين كان ولا زال, زالت الدفعات التي تلي من أفضل المعلمين الذين تم تخريجهم من كليات التربية, وعليه فنحن نعول عليكم كثيرا بأن تكملوا هذه المسيرة, بأن يكون طبعا دوركم واضح وبارز كما كان بالنسبة للذين سبقوكم في الأعوام السابقة. رجائي أن تستمر مسيرة العطاء في كلية المعلمين بما يعكس أصالة هذه الكلية ودورها البارز
في تأطير المعلم البحريني. أعزائي طلبة وطالبات برنامج دبلوم الدراسات العليا في التربية بكل تخصصاته، وطلبة وطالبات برنامج التطوير المهني، أهلا وسهلا فيكم في كلية البحرين للمعلمين. كل عام وانتم بخير، وإن شاء الله يا رب تكون سنة أكاديمية موفقة لنا ولكم مع بعض، برغم الجائحة اللي احنا فيها، برغم الضغوطات اللي احنا قاعد نمر فيها كلنا، سواء بالجامعة أو بالمدارس. إن شاء الله كلنا راح نكون قدها وقدود، وإن شاء الله راح نكون مع بعض خطوة بخطوة، بحيث ان احنا نتعدى هذه الأزمة إن شاء الله على خير، ونقدر ان احنا نسهم ونعطي ونحقق أهدافنا وأهداف مدارسنا وأهدافنا التربوية في ان احنا نحقق الأفضل لنا ولكم ولوزارتنا الحبيبة. طبعاً أبارك لكم أول شيء قبولكم في هذه البرامج، وأهنيكم، وإن شاء الله يا ربي تحققون من خلالها كل ما أنتم تسعون إليه، وإن شاء الله يا ربي تفيدكم كل الخبرات التربوية اللي راح ننقلها لكم هني عندنا إن شاء الله بالكلية، واللي راح ننقلها لكم أيضاً إن شاء الله في كتطبيقات في مدارسكم. إن شاء الله كلها تساعدكم في أن تحققون الأفضل في وزارتكم وفي مدارسكم، وإن شاء الله نحقق ما هو أفضل للتعليم والمنظومة التعليمية والتربوية في مملكتنا الحبيبة. إن شاء الله راح نكون معاكم من البداية خطوة بخطوة في كل شيء، وإن شاء الله كل الأمور راح تكون واضحة، ما في شيء إن شاء الله راح يقلقنا، راح نعدي هذه الأزمة مثل ما عدينا غيرها، وبإذن الله راح يكون كل شيء واضح، وراح يكون في تعاون إن شاء الله من الأساتذة وتسهيلات في كل البرامج. فإن شاء الله تكون سنة أكاديمية موفقة ومباركة علينا وعليكم، وإن شاء الله نسعى أن احنا نحقق كل اللي احنا نطمح له حق وطننا الحبيب. إن شاء الله راح أمر معاكم حسب كل برنامج على الشرائح الخاصة فيه عساس تعرفون تفاصيلها. أتمنى لكم التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. معاكم دكتور عبد الغني الحطامي، عضو هيئة التدريس بكلية البحرين للمعلمين، ومنسق برنامج دبلوم الدراسات العليا في التربية. في البداية أحب أن أرحب بالطلاب الجدد في هذا البرنامج، متمنيا لهم سنة أكاديمية مثمرة تضيف إلى معارفهم التخصصية المهارات التربوية الفعالة لنجاح العملية التعليمية. مهنة التدريس من أسمى المهن، وهي في حقيقة الأمر مهارة وفن يجب أن يتقنها كل معلم، لأن المعرفة بالمحتوى وحدها لا تكفي. ففي هذا البرنامج سوف تتمكنون من اكتساب المهارات اللازمة لكل معلم من خلال مقررات مختلفة صممت لهذا الغرض. فمثلاً هناك مقرر في الإدارة الصفية تتعلمون فيه كيفية إدارة الصف والتعامل مع سلوكيات الطلاب المختلفة. برنامج في علم النفس مثلاً تتعلمون فيه كيف ينمو ويتعلم الطالب، وما المعرفة والمهارات المناسبة لكل مرحلة. كذلك هناك مقرر القياس والتقويم التربوي، بالإضافة إلى مقرر التعليم المتميز، ومقرر الاستراتيجيات وطرائق التدريس المختلفة، وغيرها من المقررات في التخصص. فأتمنى لكم أن تكون هذه تجربة تعلمية مفيدة لكم، وتجربة إن شاء الله تعالى تستفيدون منها. نتمنى لكم كل التوفيق والنجاح والازدهار، ونراكم قريبا إن شاء الله. وإذا لديكم أي استفسار عن هذا البرنامج سوف نجيب عليه إن شاء الله تعالى في اللايف سيشن يوم نلتقي في الأيام القليلة القادمة سيكون هناك لايف سيشن نجيب من خلالها على جميع الأسئلة المطروحة من قبلكم. كل التوفيق وإلى اللقاء. برنامج دبلوم الدراسات العليا في التربية. طبعاً برنامج دبلوم الدراسات العليا في التربية هو برنامج مصمم لمعلمي المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، مدة سنة دراسية واحدة، ويطرح لمعلمي المواد التدريس الأساسية من منتسبي وزارة التربية والتعليم. يعني أي مدرس في الوزارة عنده جدول دراسي، عنده حصص دراسية، مادة أساسية، ممكن أنه يبتعث للدراسة في هذا الدبلوم. طبعاً هذا الدبلوم يوفر المحتوى التربوي اللي يقدمه للمعلمين، عبارة عن نظريات عامة في التعليم، نظريات في الإدارة الصفية، تخطيط المنهج الدراسي، التقييم والتقويم التربوي، وكل الأمور المعرفية التربوية اللي خاصة
استراتيجيات وطرق التدريس بشكل عام وفي مادة التخصص، بالإضافة إلى الإشراف على التدريب العملي في المدارس. الكلية تطرح مجموعة من التخصصات في الدبلوم الدراسات العليا، اللي هي تخصص اللغة العربية، الإسلاميات، الرياضيات، العلوم وتقنية المعلومات. من الأشياء اللي راح تتعلمها أيضاً في البرنامج نظريات التعلم، الممارسات الفضلى في التدريس في القرن 21، أدوات وعمليات التقويم والتقييم مثل ما ذكرت، كيفية إدارة عمليتي التعليم والتعلم، الإدارة الصفية الناجحة، ومن أهم الأشياء أيضاً كيف تكون معلم ممارس للتأمل والتفكر. طبعاً هذه توجه حديث في التربية والتعليم، أن أنت تتأمل وتتفكر في كل ممارساتك تتعلم منها وتعلم تلامذتك منها ومن تجاربك وخبراتك التربوية. وطبعاً كل الأمور اللي راح تتعلمها راح تكون أمور راح تقدر بإذن الله تطبقها في المدارس مع طلبتك. في كفايات مطلوب من كل طالب في هذا البرنامج أنه يغطيها مع نهاية البرنامج، وهي الكفايات الأساسية المطلوبة لأي معلم. طبعاً منها معرفة المحتوى، معرفة وسائل وأساليب تطوير الطلبة أكاديمياً وشخصياً، الفروق الفردية بين المتعلمين وما يتخلله من تمايز ومراعاة الفروق الفردية، استراتيجيات وطرق التدريس، كيفية إدارة الصف وبيئة التعلم الصفية، التقييم، المعرفة بتكنولوجيا التعليم والتواصل، المشاركة المدنية بين المدرسة والمجتمع، وأخيراً اللي هي الممارسة الأخلاقية والتفكرية والكفاءة المهنية اللي نحتاجها كلنا في العمل كمعلمين. طبعاً هذه الكفايات راح تكون موجودة معك طوال فترة الدراسة، وراح تشوف إن هي مدونة في كل الاستمارات اللي هو تخطيط المقررات عندنا، وطبعاً لازم تكون متمكن منها ومتقنها مع نهاية فترة الدراسة بالبرنامج. معلومات عامة عن البرنامج، مثل ما ذكرت مدة البرنامج عام جامعي واحد من فصلين دراسيين، وكل المقررات تدرس باللغة العربية ما عدا حق تخصص الإنجليزية. في البرنامج عندك 9 مقررات، 4 مقررات تربوية عامة، مقررين في التخصص، مقررين تدريب عملي، ومقرر نهائي للتخرج اللي هو مقرر ملف كفايات المعلم. البرنامج 33 ساعة معتمدة، 18 ساعة للتدريس الصفي داخل الصف عندنا بالجامعة، و14 ساعة تدريب عملي بالمدارس، وساعة واحدة اللي هي بتكون في نهاية فترة السنة الدراسية كاملة، هي عبارة عن عرض ملف كفايات المعلم. الدراسة راح تكون يومين بالأسبوع، مرة واحدة تكون فترة صباحية، يعني راح بدل تروح المدرسة راح تكون عندنا في الكلية. طبعاً الحين لأن الدراسة أونلاين معناته بتكون معنا يوم واحد أونلاين من الساعة 8 الصبح إلى 2:30 الظهر، ويوم واحد راح تكون معنا مساء من الساعة 3 العصر إلى 6 المغرب. مدة الدراسة لكل مقرر عبارة عن فصل دراسي كامل، يعني 15 إلى 16 أسبوع حسب التقويم الدراسي لجامعة البحرين. طبعاً التقويم تحصل على موقع الجامعة، وطبعاً بمجرد تخرجك راح تحصل على شهادة الدراسات العليا في التربية من جامعة البحرين كلاً حسب تخصصك. وعساس تخرج من البرنامج طبعاً لازم تكون ناجح في كل المواد وتكون محقق معدل أكاديمي تراكمي مش أقل من 2.5. في حالة أن أنت ما كنت 2.5 راح يطلب منك تعيد واحدة من المواد اللي يعني ممكن تكون ما أخذت فيها درجة معقولة، فلما تعيدها ممكن أن أنت ترفع المعدل، بس طبعاً إعادة المواد دائما تكون على حسابك الشخصي. من أول ما تنتسب عندنا بالبرنامج بإذن الله راح يتم تعيين مرشد أكاديمي حق كل طالب من الطلاب، والمرشد طبعاً يشتغل معك ومع أساتذتك، يعني يساعدونك في مسيرتك الدراسية. طبعاً ممكن تزوره في أوقات ساعات المكتبية، حين بحكم أن احنا شوية أونلاين فلازم تكون أنت تتفق معه على وقت معين وتطلب أن أنت تشوفه طبعاً أونلاين. الأشياء اللي ممكن تناقشها مع المرشد، أي تخوف أكاديمي عندك، أي موضوع مش واضح لك بخصوص قوانين الكلية، التزاماتك تجاه الوزارة وتجاه الكلية، ممكن تستفسر عن أي شيء يعني مش واضح بالنسبة لك مع المرشد الأكاديمي. وطبعاً في حالة أن أنت كانت عليك مادة رسوب أو أن أنت مجموعك قاعد ينزل عن المجموع اللي هو 2.5، المفروض تتابع مع المرشد على أساس تتأكد أن كيف ممكن يوجهك أن أنت ترفع معدلك أو تعدل من نتائج أعمالك. بس طبعاً المشرف مش مسؤول، يعني مش من مهامه
النهوة ينصفك مثلا إذا أنت شعرت أن أنت حصلت على نتيجة في اختبار ما عجبتك، أو حسيت أن الدكتور وايد نقصك في أحد المشاريع. طبعا هذه الأمور هم يعني مو بشغل النهوة ينسق بينك وبين أساتذتك، إحنا كلنا أدلتس، المفروض أنت أي استفسار عندك بالنسبة حق التقييم مالك أو حتى وسائل تدريس الدكتور لك المفروض تناقشها مباشرة مع الأستاذ المقرر. لكن سبحان الله لو صارت أيضا عندك مشكلة وحسيت أن أنت حاولت مع الأستاذ المقرر تستوضح نقطة معينة أو ما اقتنعت بشيء معين وحسيت أنت للحين تشعر للحين أن أنت عندك مشكلة، ممكن تناقشها مثلا مع منسق المقرر على أساس أنه لمزيد من المتابعة والتوجيه. طبعا الكلية تتبع نظام الغياب والإنذار الأكاديمي مثل نظام الجامعة. طبعا محاضرات الفصل هذه كلها راح تكون عن طريق التعلم عن بعد من خلال برنامج البلاك بورد، وطبعا أسماء الطلبة كلها راح تكون احنا ككلية احنا اللي نسجل الطلاب في السكاشن ونسجل لهم المواد ونثبت أيضا اللي هو قبولهم وال المقرر يعني لهم. فانتوا عليكم بس ان انتوا تتابعون ان المحاضرات مالتكم، احنا نهتم لكم مباشره بشؤون التسجيل. طبعا مثل ما ذكرت احنا بصراحه يعني كمربيين وكمعلمين كلنا ندرك اهميه حضور المحاضرات في وقتها واهميه عدم التغيب عن المحاضره. فمن شذي احنا في كل مقرراتنا في كل برامجنا عندنا درجات للالتزام المهني، لانه مهم جدا ان احنا نعود روحنا عن الالتزام المهني على أساس إن إحنا نقدر نعود طلابنا في المدارس. فبالتالي يعني متوقع منك إن أنت تحضر الحصة في وقتها، يعني بالكثير 5 دقائق، ما تتأخر أكثر من 5 دقائق خاصة بدون عذر، لأن راح الأستاذ يقرر إيش كثر يستقطع من درجات الالتزام المهني عندك في المقرر. في حالة إنك أنت تأخرت 20 دقيقة، أكثر من 20 دقيقة بدون عذر، راح تعتبر غايب لهذه اليوم. من كذي خاصة الحين احنا بحكم الظروف التعلم عن بعد، خليك دائما جاهز حق محاضرتك، يعني قبل وقت المحاضرة تتأكد ان انت قاعد في مكان هادئ، الكونكشن مال الواي فاي عندك قوي، الكمبيوتر از ويل تشارج، يعني تتأكد ان انت ما تصير عندك اي تكنيكال ايشيو تسبب ان انت تتأخر في دخول المحاضرة. طبعا الانذارات ترسل حسب الفتره الزمنيه للمحاضره، فانتم محاضراتكم كلها 3 ساعات، معناته الانذار الاول راح يطلع لك لما تغيب عن محاضرتين، والانذار الثاني يطلع لك بعد غياب 4 محاضرات. طبعا الانذارات تطلع سواء عندك عذر او ما عندك عذر، الانذار راح يوصلك، عاده ممكن يوصلك على الاس ام اس وممكن تشوفه في الاس اي اس. الإنذار الأول هو التنبيه على أساس أنت لا تدش مرحلة الإنذار الثاني، لأن الإنذار الثاني معناته راح تحرم من حضور المحاضرات، ممكن تحصل على درجة الرسوب في حالة الأعذار اللي أنت قدمتها كانت مش مقبولة. طبعا أنت أي وقت تغيب في كل الأحوال ملزوم أن أنت تعطي أعذارك للأستاذ المقرر على أساس يدخلها في النظام، بس الإنذارات تطلع في كل الأحوال سواء عندك عذر أو ما عندك عذر. بس لما توصل لمرحلة الإنذار الثاني تعرض الأعذار على لجنة خاصة تشوف مصداقيتها، تشوف يعني جدواها، فإذا ارتأت اللجنة أن أنت تستحق فرصة أخرى لأن عندك عذر أو عذرين أو أعذار مقبولة، ممكن أنهم يعطونك فرصة يعني أخرى، راح تحدد طبعا حسب قرار اللجنة أن كم مسموح لك، أن كم محاضر مسموح لك أن أنت تغيب أكثر، على أساس أنه مثلا يمكن ما يعني ترتقي اللجنة ال4 محاضرات مثلا فيهم 2 أعذارهم قوية، فتعطى فرصة أخرى حق محاضرتين ثانيتين. بس مثل ما أنتم عارفين يعني الواحد ما يحط روحه في هالموقف، يعني نحاول نحن نكون ملتزمين قد ما نقدر، وأنا متأكدة كلكم أساتذة وكلكم مهنيين وعارفين هذه الأمور، يعني ما يحتاج إن أنا أوصيكم عليها، بس ما يمنع إن احنا نذكر بعضنا بأهمية هذه الأمور، لأنه ما يسوى يعني صار عندك ربشة في وسط الدراسة وتحرم من المحاضرات أو بترجع المحاضرات، فنحاول إن احنا نتفادى إن احنا نوصل حق مرحلة الإنذار الثاني. طبعا نظام الجامعة البحرين تعتمد نظام اللي هو التظلم من نتيجة مقرر، طبعا في نهاية العام الدراسي بعد ما توصل درجاتك، في حال أنت شعرت أن الدرجة اللي حصلت عليها يعني مش الدرجة اللي أنت يعني متوقعها حق نفسك، ممكن أنت تتظلم على درجتك. طبعا التظلمات ممكن على كل المقررات سواء مقررات التدريس أو مقررات التربية العملية أو حتى ملف كفايات المعلم، كل المقررات ممكن لك الحق أن تتظلم عليها عن طريق نظام معلومات إدارة الطالب اللي هو
الاس اي اس، والتظلمات عاده تحول ايضا على لجنه خاصه على اساس تشوف الامتحان النهائي او المشروع النهائي مالك كيف تم احتساب درجاته ويتاكدون انه ما صار في خطا في احتساب الدرجات. الخطة الدراسية للبرنامج مالكم طبعا مثل ما ذكرت 4 مواد تربوية عامة مثل ما مذكور قدامكم، مقررين في التخصص، مقررين تدريب عملي، وهو مقرر كفايات المعلم. المقررات التخصصية اللي موجودة الحين قدامكم هني بالأزرق، هذول يعتمد على كل تخصص ياخذ مقررين مختلفين، وهذه هي المقررات حسب كل تخصص. طبعاً الخطة الدراسية للفصل الأول بإذن الله معانا راح يكون عندك مقررين اثنين في التربية، ومقرر واحد اللي هو التربية العملية، ومقرر واحد في التخصص، وعندك الساعات الصفية والحضور. الفصل الثاني بنفس الطريقة، مقررين تدريس عام، ومقرر واحد تدريس تخصص، مقرر أيضاً في التربية العملية، وفي النهاية اللي هو مقرر كفايات المعلم اللي هو عبارة عن عرض لملف إلكتروني يثبت تحقيقك لهذه الكفايات اللي البرنامج يعدك عليها. نتكلم شوية عن مقررين التربية العملية. طبعاً في بداية الفصل الدراسي بإذن الله يتم تعيين مشرف تربية عملية لكل طالب حسب كل واحد حسب تخصصه، والمشرف راح يكون هو المشرف على زياراتك في المدارس، فراح يزورك في المدرسة وتابع أدائك في الصفوف الدراسية. طبعاً قبل أن تبتدي فترة التربية العملية راح يكون في سيمينار يشرح لك فيه المشرف كل الأشياء اللي مطلوبة منك. طبعاً من خلال الإشراف على عملية التدريس راح يعني الدكتور بإذن الله راح يوجهك كيف تطور هويتك أنت كمعلم، كيف تتخذ القرارات المناسبة أثناء التدريس، وكيف تتعامل مع الطلبة من جميع النواحي التربوية. وطبعا من متطلبات وأنشطة مقرري التربية العملية راح يكون في أمور خاصة بطريقة التدريس، كتابة خطة الدرس، تأمل في تسجيلات فيديو، راح يطلب منك أن تسجل فيديو لنفسك وأنت تشرح، وبعدين يتم مناقشة هذه الفيديو مع زملائك في السيمينارات أساس أن كل واحد أساس أن تسمع الناس شلون قاعد تشوفك وأنت تدرس. طبعا إحنا كلنا عارفين أن إحنا لما ندرس ممكن نسوي أشياء ونقول أشياء ما ندرك أن إحنا قاعد نسويها أو نقولها، واحيانا الطلاب يلفتون نظرنا الى هذه الامور، واحيانا قد لا يلفتون نظرنا. فحلو ان انت تشوف نفسك لما تسجل نفسك تشوف انت شلون قاعد تدرس، وزملائك ممكن ينبهونك على اشياء ثانيه بعد ممكن تساعدك في تطوير ممارساتك. وطبعا بالاشراف السوبرفايزر الدكتور معاك لتوجيه وتوجيه زملائك انه يشوفون شنو الشيء اللي ممكن يحتاج الى تطوير، وشنو الشيء اللي انت قوي فيه وتحتاج ان انت تستمر في هذه القوه وتطورها. وطبعاً أيضاً من الممارسات المطلوبة عليك في التربية العملية أن أنت تحضر حق زملائك في المدرسة وتتفكر في ممارساتهم وتنقل لنا رؤيتك عن هذه الممارسات. طبعاً متطلبات التربية العملية مثل ما قلت لك راح يجتمع معاكم المشرف أول ما يتم تعيينه ويسوي لكم جروب من خلال الواتساب وعساس يخبركم تاريخ الاجتماع المبدئي اللي يتم فيه الاتفاق على كل الأمور التربية العملية. مقرر ملف كفايات المعلم قلت لك هذا المقرر هو موضوع التخرج حق الطالب في الدبلوم. في هذا الملف المقرر هو عبارة عن ملف أنت تجمع فيه كل الأدلة اللي تثبت تحقيقك لكفايات المعلم التسعة اللي ذكرتها لك في البداية بعد ما تخلص كل مقررات البرنامج ومهامك في البرنامج. الأدلة هي عبارة عن إيش؟ هي عبارة عن أوريدي أنشطة ومهام أنت قدمتها في المقررات مالت البرنامج، كل المقررات يعني سواء تخصصية أو العامة أو التربية العملية. تتكلم تشوف شن هي المهام اللي انت حسيت انها هي ساعدتك في تحقيق الكفايات بشكل اكبر، طبعا من وجهة نظرك انت ومن تجربتك انت الاكاديمية والمهنية. يعني ممكن طالب لما يسوي نشاط يحس ان هذا النشاط كان له تأثير اكبر من نشاط اخر والعكس صحيح، فانت مسؤول عن اختيار الادلة اللي انت تشعر انها كان لها الاثر الاكبر في تطويرك وتعزيز تجربتك الاكاديمية او المهنية. طبعاً متى نجمع الأدلة؟ جمع الأدلة هذا الملف مفتوح عندك في السنة الأكاديمية كاملة، أنت تجهزه وتبتدي تحط فيه الأدلة من أول مهمة في أول مقرر عندك في هذا الفصل تشعر أن هي ساعدتك لتحقيق واحد من الكفايات أو أكثر من واحد من الكفايات. تبتدي تقول والله أنا أشعر أن هذا النشاط وايد أنا تميزت فيه وايد أنا تعلمت منه وحاب أن أنا أحطه في ملف التخرج.
طبعا شنو اللي راح يساعدك على ان انت تختار افضل المهام اللي راح تحطها؟ طبعا اول شيء لازم تكون فاهم الكفايات هذه بشكل ممتاز بشكل متعمق. طبعا اساتذه المقررات كلهم راح يساعدونك على هذا الفهم على اساس تعرف اي 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 نشاط او اي مهمه او اي اساينمنت من الكورس هو الافضل لربطه بهذه الكفايات. طبعا الادله ممكن تشمل واجبات قدمتها في المقرر، صور قدمتها، فيديو تفكرت فيه، أي مواد إلكترونية، دروس إلكترونية، خطط دروس أنت قدمتها في التربية العملية، يعني أي مهمة قمت أنت بها سواء في التربية العملية أو في أنشطة المقررات ممكن تعتبر دليل على تحقيقك على تحقيقك للكفايات. طبعا مثل ما قلت لك هذه الملف يعرض في نهاية السنة الفصل الثاني ويقوم في التحكيم فيه لجنة، راح يعني كل نحدد لكم لجنة حق كل طالب. اللجنة مكونة من أستاذين راح يحكمون على عرضك للملف والأدلة اللي أنت جمعتها وكيف أن أنت في عرضك قاعد تتكلم عن هذه الأدلة ساعدتك في تحقيق اللي هو الكفايات اللي موجودة. بتلاحظ في كل المقررات اللي راح تدرسها في البرنامج في نشاط، يعني في assignment واحد في كل مقرر نسميه e-portfolio. شنو هو نشاط e-portfolio؟ هو assignment نسبة 5% في كل مقرر تدريسي. هاي النشاط عبارة عن تأمل، يعني هذا يساعدك على أساس أن أنت تبتدي تعرف شلون تكتب في ملف التخرج مالك. تبتدي أنت في المهام اللي أنت تسويها في كل مقرر، في كل مقرر تسوي تأمل واحد تتكلم فيه عن تجربتك الشخصية واللي تعلمته لما قمت بمهمة واحدة، نشاط واحد أو assignment واحد من هاي المقرر. فأنت لما تبتدي تتفكر في الأنشطة مالتك في المقررات من البداية تبتدي يعني تبني عند نفسك فكرة شن هي الأنشطة اللي أثرت فيك أكثر وساعدت في تطويرك أكثر على أساس أن بعدين تستدل بها في ملف الكفايات اللي هو ملف التخرج. طبعا مثل ما قلت لك الأساتذة المقررات ما راح يقصرون معك، راح يشرحون لك عن هذه الأسايمنت في البداية وراح يعلمونك شلون تكتب هذا التأمل. والتأمل الجيد في المهام والأسايمنتات راح يساعدك. ليش احنا نعزز أهمية هذه النشاط وأهمية وجوده في كل المقررات؟ لأن إذا تبغى تكون معلم مدرك لعمق تجربتك التربوية وانعكاس هذه التجربة عليك أنت أول شيء كمعلم وتربوي قبل لا يصير انعكاسها على طلابك، لازم دائماً تكون متعود أن تتفكر في ممارساتك. فإحنا ليش حاطين ذي الأسايمنت؟ لأن إذا يمكن أحياناً الواحد بطبيعته دائماً من يطلع من الصف الدراسي ما يقول أنا والله اليوم أحس قدمت أفضل ما عندي، اليوم أنا والله تعاملت مع الطالب يمكن بشدة شوية كان مفروض يمكن استخدم اسلوب ثاني. في ناس بطبيعتها اول ما تطلع من الصف او اول ما ترجع البيت من عقب المدرسة تبتدي تفكر شنو هي سوت اليوم كافضل شيء او شنو اليوم سوت وكان يعني كان ممكن تقدم اداء افضل. فهذه اذا واحد مو متعود على هالنوع من الممارسات هذه الاسايمنت وجوده في كل مقرر يأكد لك ويعزز لك انت اذا مو منتبه او ساعات يعني مع زحمة الشغل ما قاعد تتفكر في انت قاعد اللي قاعد تسويه بشكل يومي. هذه الأسايمنت راح يساعدك أن أنت دائما توقف عند النشاط عند المهمة اللي أنت قدمتها وتبتدي تحللها وتراجعها وتشوف هل كان اللي قدمته هو أفضل شيء أو كان ممكن تقدم شيء أفضل. اليوم التوجهات التربوية في التعليم والتعلم دائما تؤكد وتعزز على أهمية أن المعلم يكون دائما متفكر ومتأمل لممارساته، وهذا الشيء لازم يعزز عندنا لأنه يعكس عمق تعمقك في تجاربك وتعمقك في التعلم من هذه التجارب. وهذه طبعا مثل ما ذكرت لك هذه الأسايمنتات بإذن الله راح تساعدك على أن أنت تكتسب الخبرة المناسبة في جمع الأدلة أساس تعرضها لنا في نهاية السنة الأكاديمية. بعض الملاحظات اللي أنا دائما أحب ألفت نظر الطلبة لها إن أو يمكن أنا أوريدي تكلمت عن أهمية الانتباه للحضور. انتبه دائما حق الحضور والتزامك بالحضور، التزامك بتسليم الواجبات في وقتها. يعني مروا علينا كثير من الطلاب اللي احنا نعرف انهم ممتازين في الاداء وممتازين في التدريس وممتازين كطلبه، بس سبحان الله يكون عنده مثلا تواصله مع استاذ المقرر ضعيف، فما ينتبه حق الايميل، ما ينتبه على ان المدرس الاستاذ طالب منه انه يسلم الاسايمنت في وقت محدد
جد احنا جدا حريصين ان احنا نعود طلبتنا سواء في البكالوريوس او في الدراسات العليا ان الديدلاين هو ديدلاين. يعني لما يقول لك الدكتور السلم يوم الاحد يعني التسليم، ترتب انت وقتك ومسؤولياتك بحيث ان تسلم في الوقت المناسب، لان هذا ممكن ياثر على درجاتك او حتى رسوبك في هذا المشروع اذا ما سلمت في الوقت الصحيح. طبعا الرسوب يؤثر كثير على المعدل الاكاديمي، وعدم تسييب الواجبات في وقتها ايضا يؤثر على معدلك. واحنا نعرف ان على اساس تتخرج لازم تحقق 2.5، فننتبه على اساس لا ينزل معدلنا عن المعدل المطلوب، لان بعدين مثل ما ذكرت راح يطلب منك ان انت تعيد مقرر او مقررين حسب ايش كثر انت بعيد عن ال 2.5، والاعاده طبعا تكون على حسابك. ليش احنا يعني نحاول ان نبعدك عن هذه الموقف؟ هو شيء أساس تتخرج فعلا مع السنة وما يصير عليك فصل إضافي، وفي نفس الوقت لأن مقررات الدراسات العليا يعني تكلفتها مش شوية، يعني الكريدت الأور الواحد حوالي 84 دينار، يعني إذا عندك 3 ساعات معتمدة بيكون حوالي 250 دينار على المقرر، وإذا لا سمح الله رسبت في مقرر تربية عملية مثلا 8 ساعات فراح يعني تضطر أن أنت تدفع 670 دينار على أساس أن أنت تعيد المقرر. فبدل نوصل حق هذه الأمور نقول نحاسب من البداية أن احنا نلتزم بالشكل المطلوب. بالنسبة حق الطالبات حق المعلمات الأفاضل، في حالة أن أنت كنتي عندك إجازة وضع، إجازة الوضع المسموح لها في الدراسة عندنا بالكلية هي 2 أسبوع فقط. طبعا أنت في الوزارة يعني ممكن تاخذين 2 شهر بس لازم ترجعين حق الدراسة عندنا بالكلية بعد 2 أسبوع فقط من بعد تاريخ الولادة. طبعا أنا ذكرت في حديثي كررت موضوع نظام معلومات الطالب اللي هو نظام SIS المعتمد في الجامعة، ونظام ممكن تدش عليه أو تدشين عليه من خلال الهاتف النقال أو جهاز الكمبيوتر، تشبك على الإنترنت وتدش عليه من أي تاب عندك من خلال هذا الرابط، وهو النظام اللي بتحصل فيه جدولك، أساتذتك، درجاتك، ملاحظات المرشد الأكاديمي لو اجتمعت معه بينزل لك ملاحظات أو ينزل لك المحضر الاجتماع مالك معه والاتفاق اللي صار بينكم. فالتواصل بينك وبين المرشد وبينك وبين الجامعة يكون من خلال هذا النظام، يعني بغيت تتظلم بغيت تسوي بعدين إخلاء طرف كله يكون من خلال النظام. طبعا ذكرت لك أيضا تسجيل المقررات تثبيت الرسوم، هذه احنا نسويها عندك في الكلية. طبعا اذا انت طبعا لازم تدش على طول من البداية، في حالة ان انت ما لقيت المقررات المفروض تكون مسجل عليها المفروض تخبر الأستاذ المقرر على اساس يشوف لك الموضوع. طبعا احنا دائما نأكد على طلابنا، لان يعني وايد تمر علينا مثل هاي الحالات انه والله ما كنت ادري إن كان آخر يوم للانسحاب، ما كنت أدري إن هذه كان آخر يوم دراسي. فمهم طول ما أنت طالب بالجامعة مهم أنت تنتبه حق التواريخ المهمة بالجامعة، كالندر الجامعة موجود على الموقع، والجامعة أيضا في الانستغرام دائما يعني تنزل تنبيهات على مثلا آخر يوم للتظلم آخر يوم للانسحاب، بس تظل مسؤوليتك أنت كطالب أن أنت تتابع هذه الأمور على أساس لا يطوف عليك شيء. وإحنا أيضا في الكلية عندنا كالندر ما يختلف عن تواريخ جامعة البحرين، أحيانا ممكن يكون في تواريخ خاصة بأنشطة خاصة بالكلية، أيضا مهم أن أنت تتابع تواريخ الكلية، كالندر الكلية أيضا موجود. طبعا عندنا إحنا منصة اسمها مودل، متعودين طلابنا أن ننزل إعلانات، أي إعلانات مهم أنهم ينتبهون لها، أو تعميم مثلا طالع من الكلية، أو رسالة مثلا طالع من العميد، فأي شيء خاص راح يوصلك SMS يقول لك روح على موديل فيه تعميم أو روح شوف شغلة معينة. وأحياناً أنت تبغي طلب خاص أو تبي عندك، لأن عندنا إحنا مثلاً أشياء خاصة في لها فورمات، أنت تبي تطلب عندك حالة خاصة، عندك شغلة خاصة تبي تطلبها من الكلية، فبتشوف عندنا ملف على موقع موديل في كل الاستمارات الخاصة بالطالب، وايضا ننزل الجداول الدراسيه، الاستمارات، تعميمات. فبعد مهم ان انت اذا احتجت شيء طبعا المرشد او الاستاذ راح يوجهك ايضا اذا انت سالت اي نوع من الاسئله اللي تتطلب ان انت تروح وتمدي استماره، فهي راح تكون كلها موجوده على منصات موديل. ايضا بعد نحط احنا انظمه ولوائح الكليه، دليل الطالب ايضا موجود على هذه المنصه،
معلومات عن ملف كفايات المعلم، معايير تقييم الملف، مثلا امور خاصه بالتربيه العمليه. ففي اشياء كثيره راح تكون موجوده على المنصه. الوقت اللي احنا نحتاج ان انت تشوف فيه شيء راح نخبرك ان انت تروح تشوف، بس عموما انت بعد اذا احتجت شيء وممكن تروح على الموقع من خلال هذا الرابط وتحصل وتشوف شنو الاشياء المتوفره لك على اساس تشوفها. طبعا في حاله ان يعني انا ذكرت لكم بشكل عام النقاط الرئيسيه والاساسيه اللي تحب اللي المفروض انت تعرفها كخطوه اولى لدخولك ان شاء الله معنا بالكليه، اذا للحين عندك استفسارات او في شيء انا ما غطيته لك، اول شيء ممكن تتواصل مع منسق البرنامج دكتور عبد الغني الحطامي اساس تتسوبح اي شيء منه. وطبعا راح يكون في ان شاء الله راح ندعوكم ايضا حق لايف سيشن مع المنسق اللي اذا اي احد عنده اي سؤال في الامور اللي انا طرحتها او سؤال في امور انا ما تكلمت عنها. مثل ما قلت لك عندك المرشد وعندك المنسق، في حاله ان للحين صار شيء ما انحل في مستوى المرشد او حسيت انه ما يعني ما اقتنعت، او يعني للحين حسيت انه بعد ما رحت قعدت مع المنسق للحين تحس ان انت تبي تتكلم اكثر او مشكلتك للحين ما انحلت، ممكن بعدين توصلها لي على إيميلي وعلى رقم القسم عساس نشوف لك الموضوع. بس مثل ما قلت لك الخطوة الأولى تبدأ مع المرشد أو الأستاذ المقرر، عندك المرشد عندك المنسق، وإن شاء الله كلهم ما راح يقصرون معك. وأتمنى لكم عام أكاديمي إن شاء الله يا ربي موفق، وكل عام وانتم بخير.